السلام عليكم حبيباتي الغاليات الاخوان والاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشكم بزاف بزاف. جيت نحضر معكم واحد الوصفه غزاله بزاف، تنتمنى تتبعوا لا فيديو حتى الفينال. يلا معايا للمطبخ. السلام عليكم حبيباتي الغاليات، لاول مره تشوفوا قناتي اضغطوا على زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فور نزولها. للعرائس المقبلات على الزواج ولغير العرائس، احضرت لكم اليوم وصفات طبيعية لتبييض المنطقة الحساسة، منطقة بين الفخذين واي منطقة في الجسم حتى الابطين والركب والاكواع. روتين طبيعي لتفتيح المناطق السوداء في الجسم مثل الركب والاكواع وبين الفخذين وحتى منطقة البيكيني والرقبة واي سواد موجود في الجسم. اولا سنبدأ بالمقشر، ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا، بيكربونات غذائية نستعملها في الطبخ وفي التجميل وفي التنظيف ايضا، ملعقة كبيرة. نحتاج ايضا الى ملعقة كبيرة من السكر الخشن، السكر الابيض الخشن. نحتاج الى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر. نحتاج الى ملعقة كبيرة، غادي ناخذ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة غنضيفوها، وسنضيف ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا وملعقة كبيرة من السكر الخشن. نجمع المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعض هكذا. هكذا. وسنحتاج الى ليمونة، ليمون الحامض. سنحتاج الى نصف ليمونة. سنقوم بتقشير المنطقة التي يوجد بها سواد هكذا، ثم نفركها، ثم نقوم بتقشير المنطقة هكذا. هكذا حبيبتي الغاليات، نفركها لمدة 5 دقائق واتركيها لمدة 10 دقائق، وبعد 10 دقائق نقوم بغسل المنطقة بالماء الدافئ. بعدما انتهينا من مرحلة التقشير وأزلنا الخلايا الميتة والجلد الميت والأوساخ والرواسب من الركب والأكواع أو المنطقة الحساسة يعني بين الفخذين ومنطقة البيكيني، أي سواد عندك حتى في الظهر إلا كان يعني الظهر فيه داك ليطاش ديال الحبوب وفيه يعني سواد. الآن سنقوم بتحضير الماسك الذي سنقوم بتطبيقه على المنطقة. اولا عندنا مسحوق الحمص، مسحوق او دقيق الحمص عنده خصائص مذهلة لتفتيح لون البشرة وترطيب المكان، يفتح ويرطب في نفس الوقت، لا يمكن الاستغناء عنه في هذه الوصفة، هي ناجحة بهذه المكونات. نضيف دقيق الابيض ايضا، سنحتاج الى الدقيق الابيض لتنعملوا به المخبوزات والكيك. غادي نحتاجوا الياغورت الطبيعي لجمع المكونات. اول حاجة سنحتاج الى ملعقة من مسحوق الحمص، وسنحتاج الى ملعقة صغيرة ايضا من الدقيق او لافارين اللي كنعملوا به المخبوزات، وسنحتاج الى ربع ملعقة من الكركم، الى ربع ملعقة من الكركم. وسنقوم بجمع المكونات بياغورت طبيعي خالي من السكر. ونقوم بخلط المكونات جيدا
الآن سنقوم بتطبيق الوصفة، سنطبق الوصفة على الأكواع والركب والمناطق الحساسة، يعني بين الأفخاذ أو بين الفخذين وحتى الأقدام. ضعيه على المنطقة ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة. ثم نتركه لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك أزيليه واغسلي المنطقة بالماء الدافئ، وكرري العملية بالماء البارد، وبعدها رطبي المكان بزيت اللوز الحلو. بعد ما قمنا بغسل الماسك ديالنا، الآن سنقوم بترطيب المنطقة بزيت اللوز الحلو، لأن زيت اللوز يناسب جميع أنواع البشرة. سنقوم بدهن المنطقة اللي عملنا لها الوصفة. سنقوم بدهن المنطقة بزيت اللوز الحلو هكذا لترطيب المنطقة. تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع، ستلاحظون النتيجة في وقت قصير بإذن الله. الآن سنقوم بتحضير الوصفة الثانية أو الوصفة الموالية. إذا لم يتوفرون لديكم المكونات الوصفة الأولى، يمكنكم استعمال الوصفة الثانية. سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا أو بيكربونات الصوديوم، وسنحتاج إلى عصير الليمون أو عصير الحامض، وسنحتاج إلى الكركم الكركم صيدلية متنقلة، يزيل اللون الداكن والتصبغات الموجودة في الجسم، ولن تخافوا من اللون الأصفر للكركم لأنه سوف يزول ويزيل لكم اللون الداكن الناتج عن الإهمال. سنحتاج إلى ملعقة صغيرة من الكركم، وسنضيف له ملعقة من بيكربونات الصودا أو بيكربونات الصوديوم، وسنجمع المكونات بعصير الليمون أو عصير الحامض. هكذا نقوم بخلط المكونات جيدا. الآن سنقوم بتطبيق الوصفة أو الماسك على المنطقة السوداء. اتركيها لمدة 20 دقيقة حتى نصف ساعة تقريبا. الآن سنتركه لمدة 20 دقيقة. كرري الوصفة 3 مرات في الأسبوع. هذه الوصفات سوف تهنيكم من السواد الموجود في المنطقة الحساسة والظهر والركب والأكواع ومنطقة البيكيني وأي منطقة في الجسم. بعد ما قمنا بغسل الوصفة ديالنا، ضروري دهنوا المنطقة بزيت اللوز الحلو. شكرا جزيلا على المتابعة أخواتي الفاضلات، وحتى الفيديو مقبل إن شاء الله، ودوموا على الوصفة 3 مرات في الأسبوع.
تنتمنى يكون عجبكم لا فيديو ديال اليوم. شكرا جزيلا حبيباتي الغاليات، وحتى الفيديو مقبل ان شاء الله، وراكم في القلب. باي باي.